طول ما احنا مكبلين بالدعم لأي حاجة في مصر، عمر البلد دي ما هتقدر تحقق الأهداف اللي انتوا بتتمنوها. لما زاد البترول من 40 زي ما كنا بنشتريه من حوالي 7-8 شهور ل 80-85 دولار للبرميل، هي الدنيا ماشية كده. كلموا الناس وقولوا لهم، قولوا لهم الحكاية ايه. 125 مليار جنيه دعم. كده ظروفنا الاقتصادية كده، مفيش غير العمل والصبر. ٣٦ هوريكم بفضل الله، بفضل الله دولة تانية، دولة تانية.